وبحب طبعا اشكر كل الناس اللي بيدعموني، كل الناس اللي واقفين معايا من اول ما فتحت القناه، والناس المتفاعل معايا اشكركم كلكم. والناس اللي لسه يا جماعه اول مره اشتركوا في قناتي، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم طبعا اي جديد واي فيديوهات بنزلها. وما تنسوش اللايك يا جماعه لكي يوصل عدد المشاهدات لاكبر عدد ويوصل لناس كتير يعني. بوزيشن سي وساعد وقمري وفينوس ساين. اوكي شوفي لبرج جدي بهالاسبوع، هشوف طاقتك. هشوف طاقة الشغل. اوكي لانكم كنتوا طلبتوا مني طاقة شغل، طاقة العمل، طاقتك مع الحبيب، مشاعرك، مشاعر الحبيب، وين الطاقة رايحة. هشوف الشغل تبعك. البعض منكم عم بيسافر يا برج الجدي هالاسبوع، حيكون عنده سفر باذن الله عز وجل، حيكون قاصد بلد جديده. عم شوف البعض منكم كمان حيكون في عنده مؤتمر ربما، او حتكون عنده نقله، مؤتمر دراسي او مؤتمر على شيء معين. عم شوف البعض منكم كمان هم برج الجدي مركز كثير على اعماله، مركز كثير على الجانب المادي، عم بيشتغل، عم بيضب اموال، في عندك هدف معين لسه ما وصلت له، بس انت كثير مركز انك توصل او تحقق هذا الهدف. عم شوفك كمان هون برج الجدي عم بتكون ستيبل، واثق، مستقر من نفسك يعني. البعض منكم كمان برج الجدي عم بتحاول تحصل مبلغ معين من الاموال، او مستني سلفة معينة، صار لك 3 اشهر عم تستنى هالسلفة، اخيرا حتجيك يعني. عم شوفها هالشهر حينتهي هالانتظار، وحتجيك هالسلفة وحتتحسن أمورك بإذن الله عز وجل. البعض منكم ممكن يكون اللي معطل هالسلفة هو مدير بالعمل، أو ممكن شخص من برج هوائي، جوزاء، ميزان، أو دلو، هو اللي معطل عفوا. فخليك مركز في شغلك وإن شاء الله يعني أشوف أمورك حتكون كثير كويسة. طيب خلونا نشوف على الجانب العاطفي. البعض منكم ربما هو الآن عم بيحاول يعمل ريتريت وبعيد شوي عن الحبيب، مانك تحكي معه، أو مانك على تواصل تام معه. عم شوف البعض منكم زي ما قلت في أمور معينة حدثت في الماضي، عم بحس أكثر شيء هي خيانة، بس هي من طرفك أنت يا برج الجدي مش من طرفه هو. كمان في أمور طائشة يعني قام بها الحبيب كرد فعل، بس whatever عم شوف هون في تصالح يعني. كمان هم بيقول لك خليك واسع بال، يعني خليك واسع بال، وكمان keep an open mind and forgive and learn، يتعلم انه انت الخطأ اللي وقعت فيه مع الحبيب هالمرة ما تقع فيه المرة القادمة او المرة الثانية. طيب خلوني اشوف طاقة العلاقة. نفس طاقتك يا برج الجدي، انت الان حاطط عيونك على شيء ثاني، واكثر شيء عم شوفها هي امور الاموال، مركز على انك تحقق الهدف. طبعا صعب شوية يعني، في امور كأنك مقبل على مشروع كبير او مقبل على زواج. البعض منكم كمان عم بيكون هون عم بيبني او عم بيحضر مشاريع لبناء بيت، او مشاريع للانتقال من بلد لبلد. اوكي في بوادر كثير حلوة، في انتقال كثير حلوة لك هالاسبوع، سواء على الصعيد المادي او على الصعيد العاطفي، امور كثير كويسة هالشهر اخيرا يعني. عم تمسك زمام الامور بايدك وعم تتحكم، وتكون انت المتحكم سواء في امورك العاطفية او في امورك العملية، لاني عم شوفك هون مركز على شيء معين وبدك توصل لهالامر مهما يتطلب منك. بالنسبة لطاقة الحبيب هون اللي بحسها كأنه ربما الحبيب غاير شوي من نجاحك، او ربما غاير الحبيب من الناس اللي ممكن تلتف بيك على هالنجاح او على هالامر اللي حيكون مكتوب لك ان شاء الله في المستقبل. راح تكون تصرفاته شوية مش محسوبة، بس عم شوف بعدها في ريكونسايل يعني حتخرج بحال انت وهالحبيب. طيب شو طاقتك في العلاقة العاطفية يا برج الجدي؟ انت كثير مركز مركز ومركز. برج الجدي عم بيخلي العواطف على جنب هالأسبوع،
كان البعض فيكم عم بيحكي هون الحبيب ما حيهرب، الحبيب ما حيروح لمكان، انا حركز على اموري العملية، على اموري المادية، على الجانب العملي، لاني هون عم شوف طاقة حدا، كل الاتنشن، كل القوة، كل ما اوتيت من جهد مسخرة لتوصل لهدفك. فبتزيح شوي العاطفة على جنب، لاني عم شوفك كأنه كمان في قلبك بتحكي الحبيب هذا وين حيروح، ما عنده أي مكان يروح إله، فأنا خليني مركز على الهدف اللي حاطه على نصب عيوني. طيب هنشوف، شوفي برج، هنشوف شوفي طاقة الحبيب، عفوا. يا سلام، حبيبك بيجسس عليك يا برج الدجاجي. ممكن كمان البعض منكم إذا في عنده سفر، هالحبيب حيتبعه في الخفا أو حيتبعك في السر، حيكون بيشوف نفسه إنه هيك بيدور على الحقيقة أو بيوصل لأمور هي في باله، بده يعرف حقيقة، يكتشف شو في دور بيدور معك، في عنده شوية وساوس، بس هو بيشوف نفسه بيعمل شي كويس لما هو يعمل هيك. فزي ما قلت عم شوفك انت قصد سفر بإذن الله عز وجل هالأسبوع، وعم بيكون الحبيب عم يتجسس وراك، حابب يعرف. كمان لو بتشوفوا هون العصفور اللي هون، يعني كمان هالشخص ممكن يوكل ناس يشوفوا انت فين رايح وفين ايش عم تعمل من ورا ظهرك، بس ليطمنوا. طيب خلينا نشوف شو طاقة العلاقة لوين رايحة. ناين اوف كابس، وش في فولمنت، هاي طاقة العلاقة لوين رايحة يا برج الجدي. عم بحسك انه هالاسبوع حترجع تنظم امورك مع حبيبك على نهاية الاسبوع، بعد ما تخلص مشاويرك وتخلص شغلك وترجع هيك زي السلطان، جالس على كرسيك زي السلطان، محقق أموال، محقق انتصارات. وكمان عم شوف البعض منكم يا برج الجدي انه حتكون بتشتري هدايا للحبيب، حترجع من السفر حامل لك معه هدايا، بعد ما يطمن الحبيب انه انت ما عم تعمل actually شيء من ورا ظهره. طيب خلوني اشوف نصيحة لكم، حيكون في خروج، في اجتماعات، زي ما قلت في سفر، في مقابلة مع أطراف، بس انت ديب داون بتعرف انه انت تركيزك على الجانب العملي او تركيزك على حياتك العملية او تركيزك على اي شيء بدك توصله في الاخير لحتى تعطي هالحبيب الراحة، تعطيه شعور بالامان معك، تكوين مستقبل كثير كويس. يعني هاي طاقة كثير حلوة. خلوني اخذ لكم كارت الملائكة، بقول لك كومفورت، حاول انك ما تتعب حالك في الشغل كثير، انت مركز كثير، حاول ما تتعب حالك في الشغل، بس وات ايفر خليك مركز، يعني ما تخلي هالدراما او هالخناق الصغير اللي حيعمل الحبيب يأثر عليك وعلى اهدافك. طيب انا حشوف اذا في رجوع للمنفصلين او لا، المنفصلين برج الجدي، هل في رجوع او لا؟ نعم في رجوع، ولو كنت تتعامل خاصة مع برج القوس حيكون في رجوع، او برج الاسد حيكون في رجوع، خاصة لو في مرحلة حسيت انه هالشخص تكسر قلبه او ما انه عارف يسيطر على الامور كويس، فعم بترجع الامور لنصابها يا برج الجدي، وبتكون بترجع على هالحبيب بعد ما تحصل على
مرادك من الأمر اللي أنت كان بدك إياه، وعم شوفك هون عم تعطيه كأس الحب يا برج الجدي، وحتكون أوقاتكم كثير حلوة بإذن الله عز وجل. فحاول إنك تحافظ على هالطاقة وتحافظ على هالإيجابية، وإن شاء الله يا رب يعني الله يفرحكم. أوكي، باي باي.